أكلمك يا حبيبي. طمني. أنت الأول ألف مبروك. الحمد لله. أنا من ناحيتي بقى الأول عايز أقول لك إن الحمد لله النهاردة الدكاترة أوقفوا النزيف الحمد لله، الحمد لله. لكن قالوا لازم يستبقوني لمدة 10 أيام تانيين، فمعلش هتأخر شوية. وأنا كان بودي أكون واقف النهاردة، إنما يعني ابني الأستاذ مصطفى أحمد علي برضو هاي كان المحترم. موجود، نعم والمذكرة أنا كتبتها ومضيتها قبل ما نعم أمشي نعم قبل ما أسافر، لأني حسيت إني ممكن نتأخر. والحقيقة كمان أشكر الزميل العزيز والصديق الأستاذ مرتضى منصور الذي وقف ليحل محلي وأبلى بلاء حسنا، وأشكر كل الزملاء اللي يعني تطوعوا في أنهم يعني يقفوا في غيابي، لكن غيابي كان لأسباب قهرية. اولا أنا انا عايز قلت ان انا افتقدت حضرتك النهارده نكون مع بعض، لكن حضرتك معانا على طول، وربنا ان شاء الله ترجع لنا يا رب السلامه. المذكرة تغني إلى حد كبير. أنا بس عايز أقول لك على اتفضل حاجة اتفضل يا فندم. أساعدتني، لاحظ إن أنا ما شفتش البرنامج الليلة دي ومش شايف حاجة ومش شايف سيادتك، لأن أنا مش عارفين يجيبوا المحطة عندنا هنا. لكن عايز أقول لك على حاجة، في سنة 56 لوقت العدوان الثلاثي كان في صوت قوي جدا بيزلزل أركان الظالمين والغاشمين، وهو إذاعة القاهرة. كانوا يقولوا هنا القاهرة دي تزلزل الدنيا في جميع أنحاء مصر والبلاد العربية، فما كان من قوات العدوان الثلاثي إلا إنها ضربت محطة الإرسال في أبو زعبل وفي المقطم، وكانت النتيجة إنه سكتت الإذاعة المصرية. في نفس اللحظة اللي سكتت فيها الإذاعة المصرية نتيجة الضربة الغاشمة دي، طلعت إذاعة دمشق ليقول المذيع هنا القاهرة، علشان القاهرة صوتها يستمر. تذكرت هذه القصة اللي أنا عشتها لما لقيت إنه في الفترة اللي سيادتك احتجبت فيها بناء على نصيحتي فورا حل محلك على طول في على مسؤوليتي الأستاذ القدير مصطفى بكري، فلم يسكت صوت برنامج على مسؤوليتي واستمر كما هو. بس أنا أطالب الأستاذ مصطفى بكري إنه يفي بوعده في أن يكشف كل الناس اللي سقطت عنهم الأقنعة، لأنه خلاص بتشوف عمل القاضي وتقيمه. ده مش إحنا. نعم. إحنا بنقول اعتراضاتنا. لما تقييم عمل القاضي يشوفوا بقى القاضي اللي بيحكم بالحبس في حالة لا يجوز فيها الحبس، واللي بيحكم بالحبس مشمولا بالنفاذ المعجل في حالة ليست من حالات النفاذ المعجل. شوفوا المسألة دي تمت إزاي وليه وكيف يفوت هذا، ويشوف القاضي الذي يحكم عن واقعة واحدة بعقوبتين مستقلتين في حين أنه يتعين أن تكون عقوبة واحدة حتى من وجهة نظر المحكمة ذاتها. نعم. يعني فكل هذه الأوضاع الخاطئة أنا شفت فيها أنه فيه خطأ جسيم ينبغي أن يصل إلى علم الجهات التي تقيم عمل القاضي، عشان ما تفوتش القضية كده في الزحمة وناس تانيين يتظلموا أو نتظلم إحنا مرة أخرى. ما هو نفس الدائرة اللي حكمت دي حكمت غيابيا في قضية أخرى من أسبوعين بالحبس مع النفاذ برضو. فأنا عايز أفهم حكاية النفاذ دي، لازم دي تتشاف، لأن لا أنا ولا أي حد من الناس المشتغلين بالقانون يستسيغ حاجة زي كده. ليه حكم غيابي مع النفاذ في إيه؟ والمتهم له أجنبي ولا حالة من حالات النفاذ ولا حاجة. يعني عايز أقول لسيادتك ده كان الهدف، إنما مش الهدف إن إحنا يعني بنشتكي حد أو لا، إحنا عايزين هذه الأخطاء اللي بلغت حد من الجسامة كبير تصل إليه. طبعا كنا على ثقة من أن المحكمة الأعلى وهي المحكمة الاستئنافية برئاسة السيد القاضي رامي عبد الهادي لابد إنها
هتنظر في دفاعنا وهتصحح هذا الخطأ، مش عايزه كلام يعني. نعم. يعني مش ممكن يعني، يعني ما تفوتش بقى دي على المحكمة الائتلافية، والحمد لله ما فاتتش والمحكمة ألغت وبرأت كمان، يعني رأت في اللي أنت قلته أنه لا جريمة فيه. يعني لو أن المحكمة شافت أن اللي أنت قلته عن المدعي بالحقوق المدنية أنه ده كلام يتضمن قذفا أو سبا، لكانت استبدلت بعقوبة الحبس على الأقل الغرامة. نعم. لا دي برأت خالص. يعني أخذت بالجزء الأخير من مذكرة الدفاع، وهو أن ما قلته عن المدعي بالحقوق المدنية لا يتضمن قذفا ولا سبا ولا حاجة. وبعدين يعني الظاهر أن الحكم الخاطئ اللي صدر أصاب المدعي بالحق المدني ومن حوله بنوع من الزهو غير المنطقي. يعني هم لو سألوا حد من